افتتحت مساء يوم الأحد 30 أكتوبر الجاري مخبزة حلويات ريهام، حيث تتوفر على مواصفات وتجهيزات إضافة إلى جودة الخدمات، وذلك بحي شارع عبد الله كنون بحي ياسمنة بمدينة برشيد. ويتوفر فضاء حلويات ريهام على طاقم راكب تجربة عديدة، علاوة على خبرة في صناعة الحلويات وباقي المواد التي تشرف المخبزة على تقديمها لزبنائها الكرام. افتتحنا اليوم مخبزة ديال ريهام في حي ياسمنة، محل كيمتاز بين الحلويات التقليدية والحلويات العصرية، وكيمتاز كذلك بالجودة. ومرحبا بالناس برشيد عامة وناس حي ياسمنة خاصة. المحل كيوجد بالقرب ما بين صيدلية الشام، ومرحبا بالناس برشيد كاملين. اللي بغى شي حاجة مرحبا به في المحل، وحتى اللي بغى شي حاجة سير كوموند مرحبا به. مخبزة حلويات ريهام تقدم لزبنائها خدمات بمستوى وجودة عالية بقائمة متنوعة من الخبز والحلويات حسب الطلب لجميع المناسبات والحفلات، كما تسعى إلى اعتماد أثمنة جد مناسبة لفائدة زبنائها من عشاق الضوء الرفيع والجودة.